بيأدي بيها النهارده كمان في المباراه وديه، واللعيبه بدات تحفظ الطريقه بشكل اكبر. اه طبعا، ما هو لما بيتمرن على طريقه جديده لابد انك بتعمل تدريبات في اللي هي العاديه اللي بين اللعيبه وبين بعض، ثم بتنتقل لمرحله تانية في المباريات الوديه عشان بعد كده تعملها في المباريات الاساسيه اللي هي الرسميه. في لعيبه لعبت الطريقه دي وحافظاها زي حمدي فتحي، زي ديانج، زي المجموعه اللي هي مريحه النهارده، لعبوا بالاسلوب ده اكتر من مباراه، الاسماعيلي والزمالك وغيره. في بعض اللاعبين سواء الجداد او اللي هم ما بيلعبوش بصفه مستمره ممكن ما يكونوش لعبوا بالطريقه دي. ف من الحاجات التعليميه زي ما بتعمل تدريب بتعمل مباريات وديه، فانت بتبتدي تجربها في مباريات وديه. فالنهارده وضحت ان هاني وياسر ورامي ربيعه بيلعبوا الثلاثه، وكريم فؤاد وشحات الشوط الاولاني بيلعبوا على اللي هم ايه رايك في الهدف المارادوني؟ لا بص، اهداف كلها النهارده حلوه. احمد عبد الله عنده اختراقات كويسه وعنده ثقه في نفسه. الميزه ان هو لما دخل جوه ال 18 عمل 1 2 كويسه مع حسام. بص بقى التهويشه دي نيمت الجون وبعد كده حطها بكل ثقه يعني. فطريقه اللعب النهارده طبعا تجربه مفيده فيها. نزل زياد، كريم زياد، زياد طارق، زياد طارق لسه هنتكلم عن التغييرات باستفاضه دلوقتي. انا بتكلم يعني انه لعب بهذا الاسلوب، ان الجناحين الباكين يطلعوا يلعبوا كجناحين ويكملوا داخل ال 18 او بكرات عرضيه. وشفنا كريم فؤاد استغل الموضوع ده وقدر يجيب جون. غير طريقه اللعب كمان الثقه، انه قلنا قبل المباراه مهمه قوي لما بتلعب ماتش حتى لو مع فرقه مستواها اقل منك، حلو انك تجيب اجوان وحلو انك ان شاء الله توصل طبعا. لما حسام حسن النهارده بيجيب جونين، لما كريم فؤاد بيجيب جون، لما حسين الشحات يجيب جون، لما كهربا يجيب جون، ده حاجه كويسه انك انت تبقى عندك ثقه انك ما بتخش جوه ال 18 عندك ثقه انك تعرف تجيب جون. فكل الكلام ده مكاسب اللعيبه، النواحي البدنيه كمان في النهارده جهد كويس يعني، مش مكسلين، بيحاولوا يعملوا كميات جري كويسه. فدي برضو بتزود النواحي البدنيه، لانك لما بتعملها في مباراه رسميه برضو غير التمرين، مهما كانت المستوى متواضع صحيح في منافس قدامك في الملعب، في منافس فالامور بتاخد بشكل صحيح. لو لعبت بمستوى اعلى النواحي البدنيه بتظهر اكتر، لان بيبقى في مقاومه اكتر في الارتداد والدفاع والهجوم والالتحامات صحيح، لكن برضو كميه الجري في مباراه حتى لو بالمستوى مني التمنود حاجه كويسه. ففي مكاسب كتيره اتخذت النهارده من اللقاء، واعتقد يعني تجربه ناجحه يعني. كابتن عادل.